وبنهاية محطاتنا وصباحنا لليوم حنروح لمساحتنا القانونية ونحكي عن موضوع الحضانة وفقا لقانون الأحوال الشخصية اللي صدر تعديلات عنه، حنتعرف عليها أكثر مع ضيفتنا لليوم المحامية رنا القصاص. سعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. اهلا وسهلا فيك يا سعد صباحك. كونه نحن رح نحكي اليوم او مخصصين المساحه القانونيه والاخيره من صباحنا غير لموضوع الحضانه وتعديلات هذا القانون، خلينا نعرف الحضانه شو هي وفق القانون السوري. هلا بالنسبه لتعريف الحضانه ممكن اني اقول لك انه ما في تعريف مطلق للحضانه، بس يعني ممكن اقول لك انه وفق الاجتهادات والتفسيرات انه الحضانه هو التزام بتربيه الطفل ورعايته مما يحق له ذلك شرعا. يعني شو معنى ذلك؟ يعني انه هي الحضانه حق للمحضون منذ ولادته طالما انه لم يتم الثامنه عشر، يعني هي باختصار الحضانه. طيب استاذه رنا، بعد الحالات الطلاق اللي بتصير كلنا نعرف انه الحضانه بتروح للام بعمر معين، في حال زواج الام بتروح لام الام بعدين ام الاب لحتى مثلا يرجع الطفل او الطفله للاب. اليوم شو صدر تشريعات جديده او قرارات جديده عدلت هذا النص؟ تماما. هلا انت حضرتك قلتي انه على التعديل القديم، هلا انا حفسر لك التعديل الجديد اللي صار. هلا اول شيء الحضانه بتكون للام وقت بيتم الطلاق. اذا كانت موجوده عند الاب يعني وطلقت الام، فممكن انه تقدم طلب امام القاضي وتقول له انه انا بدي استلم المحضون. طبعا وقت بدها تستلم المحضون ما بيكون لا في قضاء ولا في خصومه لانه الحضانه لها، وخاصه وقت بيتاكد القاضي انه توفرت فيها الشروط. وهلا حفسر لك شو الشروط اللي لازم انها تتوفر. فمجرد لقى القاضي انه بتتوفر فيها الشروط وهي الحاضنه بيعطيها الاولاد. هلا بعد ما بيعطيها الاولاد امتى بتفقد الام الحضانه بطفلها؟ إذا تزوجت من رجل غريب، يعني تزوجت من رجل أجنبي، في هذه الحالة بتسقط حضانة الأم. هذا جديد؟ هذا الجديد، بتسقط حضانة الأم مو الجديد، بس أنتِ حضرتك قلتي بتنتقل لأم الأم، هون التعديلات الجديدة. خلينا بس نوضح، أجنبي يعني ما بيحمل الجنسية السورية؟ لا لا، غريب، يعني رجل غريب، يعني سواء كان أجنبي أو سواء يعني رجل غريب ما له محرم، يعني إنه مو تزوجت مثلا العم، إذا تجوزت العم إنه ممكن إنه تحافظ على الحضانة، بس إنه تزوجت حدا من عيلتها؟ إيه، تزوجت حدا خارج العيلة. إيه، خارج عيلة الزوج يعني. تماما. إيه، فهون أنت حضرتك قلتي إنه بتنتقل لأم الأم، لا هون لا ما عاد تنتقل لأم الأم، وكتير كتير كتير يعني هي جوهرية تعتبر، ما عاد تنتقل لأم الأم، بتنتقل لأم الأب. هون عم نحكي القانون الجديد. بتنتقل لأم الأب. طب ليه؟ لأم الأب. حلك هلا حتنتقل لأم الأب، بس يعني كمان حتنتقل لأم الأب مو بشكل مباشر، لازم إنه تتوافر شروط. طيب شو هي الشروط؟ الشروط انه لازم انه يكون من يصلح لحضانة المحضون من النساء. شو معنات هذا الشيء؟ يعني الاب يكون عنده حدا من النساء قادر على تربية الطفل، مثل الام. اذا لم تكن موجودة امه ممكن اخته، حتى لو كانت اخته متزوجة بتصلح للحضانة، بتكون الحضانة لها. ما كانت الاخت العمة، يعني ممكن نقول لك يعني الاصول والفروع. تمام. هلا بدي كمان نوه، ممكن انه تلاقي الام يعني ممكن انه في ام، بس هي الام سيئه السمعه او ابدت رايها انه انا ما بدي ربي الطفل، هون تسقط الحضانه. هون سواء كان توفروا النساء او لم، اذا لم يتوفر النساء او كانت توفرت بس انه الام سيئه السمعه او انه قالت انه امه يعني للاب قالت له انه انا ما بدي ربي، هون بترجع لام الام. طبعا. يعني هون لاحظنا انه مو لام الام، لاحظنا لام الاب بس ضمن شروط فروع العيله ما زبطت، ما صار في دخل عن الحضانه، بنرجع لام الام. لانه دائما لحد هاللحظه بيسالوني استاذه يعني هلا الطفل حيروح لامي؟ لا، على حسب التعديل القانوني الجديد لام الاب بس بتوافر الشروط اللي احنا ذكرناها. طيب اليوم خلينا نحكي اكثر عن شروط هي الحضانه، ذكرتي ممكن يعني تسقط لاسباب معينه، خلينا نحكي عن دور الزوج اليوم. اكيد لما الحضانه ولنفرض هي راحت للام، شو بيترتب على الزوج؟ الاولاد ما معه، هو الاولاد مع الام، الزوج هون شو بيكون مكلف قانونيا؟ يعني من ناحيه اي شو اللي ماديا النفقه؟ هلا لا هلا هلا مثل ما عم اقول لك، هلا مثل انه اذا كانت الام انه هي حاصله على الحضانه لازم طبعا مثل ما خبرتك لازم انه تتوفر فيها شروط. مجرد توفرت هاي الحضانه
طبعا الام ما بيحق لها نفقه حضانه اثناء فتره عده الطلاق او اثناء قيام الزوجيه. بيترتب على النفقه هي يعني بيعود تقديرها للقاضي، يعني النفقه هي هو بيقدر هي. يا بيكون عن طريق الاتفاق انه انت حتعطيني مثلا نفقه اسبوعيه وبشكل دوري او شهريه لهذا الطفل، بيتم تحديدها يعني لهذا الطفل، يا يعني عن طريق الاتفاق او من بيعود تقديره للقاضي، يعني القاضي يعني بيقدر. هي الفكره بدي اكد عليها، ما كثير وصلني الجواب، انه الزوج اذا الام اخذت النفق عفوا الحضانه، هو ما ملزم يعطي نفقه للاولاد؟ مو لها، للاولاد عم بحكي. ايه للاولاد طبعا تمام طبعاً. خلص ايه اكيد اكيد له طبعا. طيب خلينا نحكي عن الاعمار. كمان تم تحديث نص مشان الاعمار، الحضانه كان الصبي او البنت، يعني من اي سنه لاي سنه ممكن يضلوا بحضانه امهم؟ ايه هلا تحددت. ايه طبعا هلا طبعا انا ما بدي كثير انه فوت بالقانون القديم والقانون الجديد عشان ما يصير لخبطه، بس خلينا نحكي عن القانون الجديد، انه مجرد انه الذكر او الانثى تجاوزوا سن الخامسه عشر يعني 15، سواء هون عم نقول سواء ذكر او انثى، سواء تجاوزوا 15 سنه هيك بتكون انتهت فتره الحضانه. طبعا اذا كانت الحضانه للام، بهي الحاله الاب مجرد لقى انه ابنه او بنته تجاوزوا سن ال 15 وطبقوا سن ال 15 بيرفع طلب للقاضي مشان يتم التخيير. هون باكد كمان من ضمن التعديلات انه صار انه سواء البنت او بيتخيروا بيتخيروا. هي كثير مهمه هاي النقطه. هلا ايه كثير مهمه انه بيتخيروا، بس كمان حاقول لك يعني انه لا يعني نوعا ما غير ملزمه، حاشرح لك بعد ما يعني انت بتعرفي مثلا اذا كانت مثلا الطفله او كان الطفل عم يعيشوا عند امهم 15 سنه، فوقت انت تجي يعني حتى لو عم يشاهدوا والدهم مثلا كل شهر او كل اسبوع او كل 10 ايام، يعني بيكون في تاثير للاسف انه الام يعني هي عايشين مع 15 سنه، فممكن وقت يتم الاختيار او هذا يختاروا الام ما يختاروا الاب. بديهي طبيعي يا غريزك بعدين طبيعي يعني تماما. بس هون حتى يعني بس هون حتى يعني ممكن انه تقول انا اخترت امي، بس هون القاضي غير ملزم بهذا الاختيار، يعني انه القاضي ما بيلزم انه لازم انه ينفذ هذا القرار. القاضي بيشوف انه هل يا ترى الاب بيصلح لحضانة الطفل، قادر على حضانة الطفل، قادر على نفقته، قادر على رعايته. ففي هي الحالة حتى لو تم الاختيار الام بيختار الاب. وهون بس بدي نوه، هلا ممكن الام ترفض هذا الشيء، يعني ممكن انه الام بما انه صار له 15 سنه الولد ترفض هذا الشيء، تعترض على هذا الشيء. فيعني ممكن اقول لك انه بهالحاله انه بترفع دعوى اعتراض، انه لانه بتحس حالها انه انظلمت. يعني نحن كمان الاجراءات نفسها سواء كان للاب او سواء كان للام انه هي انظلمت يعني بهذا القرار، بس هذا الشيء ما بيمنع انه قرار التنفيذ انه بتسليم الاولاد للاب بضل قائم، الا اذا صدر حكم مبرم انه خليه للام. هون بردوا بياخذوا الاولاد وبيعطوا اياهم للام. طيب في حاله اليوم بيتم فيها الزام احد الاطراف بموضوع الحضانه، يعني احد الاطراف انتم ملزم يعني لسبب ما، ممكن يكون انه الحضانه صارت ملزمه عندك وهو يمكن ما نقدران او عنده ترتيبات معينه بحياته ما نقدر، يعني هو بيقدر انه يستضيفهم ولكن في ترتيبات معينه ما بيقدر يستضيف الاولاد عنده. يعني ممكن انا اقول لك مثل الام مثلا، الام مو بيكون الحضانه لها، يعني هلا الام ما بتجبر على حضانه الطفل على الرغم انه القانون عطاها هذا الحق، يعني انه هذا شيء غريب انه عطاها هذا الحق بس ما بتنجبر على انه حضانه الاطفال. هون على خلاف الاب، الاب بيعتبر انه هو ولي جبري، بمعنى انه شو معناته انه ما بيقدر يمتنع عن حضانة الأولاد. يعني كمان قلتي لي إنه ممكن إنه عم تقولي لي إنه ممكن إنه ما بدها تربي أولادها. يمكن في ضغوطات، يمكن إنه مثلا ظروف، في أعباء معينة، مثلا هي قاعدة عند بيت أهلها ما بدها نستقبلوا الأولاد. إيه هلا من ناحية استقبال إنه هي فيها تمتنع، ما عندها مشكلة بهذا الموضوع، وفيها تتنازل كمان. هلا ممكن كمان إنه الأم تتنازل عن أطفال. هلا إذا تنازلت هي عن موضوع الحضانة بيحق لها بعدين ترجع طالب أكيد. فيها؟ لا لك هلا ممكن انه التنازل ممكن انه له كثير حالات، يعني ممكن انا اقول لك الحالات، ممكن انه اقول لك التنازل عن طريق القول، انه تقول الام انا ما بدي الاولاد خلاص انا متنازله عنه، وممكن تقول انه عن طريق الكتابه، انه تقر انه يعني تقول انه تقر يعني مقابل حق او مطلب، يعني مثل تقول انه انا هلا بكتب لك انه متنازله عن اطفالي مقابل انه تعطيني الطلاق او مقابل تعطيني المخالعه. وممكن بالفعل
يعني نحن عم نذكر بالقول بالكتابة بالفعل، يعني ممكن هيدول كل الحالات، وحتى بالفعل ممكن انها تتنازل وتقول انا ما بدي اولادي، بحق لها حتى لو تنازلت ولو لبعد ساعة او لبعد لحظات انه تسترد هي الحضانة. حلو كتير. ففي حق غايتها اذا حدا ضغط عليها لسبب ما، يعني هلا هن بيفكروا انه خلص تنازلي لي عن الاطفال انا هلا بعطيك المخالعه، بحق لها باي وقت وباي لحظه انه ترجع. هون كثير القانون مع المرأة، لانه هو هذا الحق هو حق ثابت، هو حق من متعلقات النظام العام، يعني ما بيتغير، يعني دائما متعلق الحاضن بالمحضون، ما في انه يتغير. فحتى لو تنازلت مثل ما ذكرت لك بالقول بالفعل بالكتابه بكل الحالات انه بتقدر باي لحظه انه تسترد حضانه هذا الطفل. طيب خلينا نروح شوي للشق المادي، كمان صار تعديلات على المبلغ كنفقه، يعني ضمن ظروف الحياه وضمن الظروف الاقتصاديه اليوم اكيد النفقه القديمه، حتى القديمه ما كانت يعني عم تشيل الطفل مصروف الطفل او النفقه عند الام، اليوم في تعديلات على هاي القصه؟ هلا هو للاسف يعني انه بتضل انه النفقه قد ما يعني انه ما واكبت الوقت الحالي اللي نحن عم يصير معنا، يعني هلا بس ممكن انه اقول لك انه بالنسبه يعني للنفقه في هي الحاله، انه مثلا اذا كانت النفقه ضئيله او كانت النفقه مثلا ما بتتجاوز ال 10,000 للاسف مثلا، او ما بتتجاوز مثلا ال 7,000، فممكن الام اذا كان الزوج يسر الحال تثبت هذا الشيء من خلال بيان او من خلال تقدم معلومات اثباتيه، انه مثلا هو انه مثلا ممكن انه هو عباره عن طبيب او عباره عن هذا، ممكن انه عم يحصل بالشهر مبلغ وقدره، فممكن انه هون بهالحاله انه القاضي يحدد نفقه ممكن انه تتجاوز ال 40,000 وممكن انه تكون 50، بس المشكله انه قد ما تجاوزت وحتى لو تم اثبات هذا الشيء المشكله انه ما حتغطي النفقه اللي لازم انها تكون. طيب في حال الوالد يعني تخلف عن دفع هي النفقه، في كثير حالات شفنا انه كان في عدائيه بين الاب والام، والطفل كان يشوفه عن طريق الاراءه يعني ضمن المحكمه، والنفقه تدفع ايضا بهذا المكان. في حال صار في تخلف ان كان عن الاراءه وان كان عن دفع النفقه، اليوم قانونيا شو القاضي ممكن يصدر بيان او قرار؟ تماما. هلا انا ذكرت لك هي مرتبطه بالشيء اللي قلت لك اياه، يعني وقت الزوجه عم ترفع دعوه وعم تطالب انه بزياده النفقه، فهون القاضي قرر لزياده النفقه ما دفع بحكم مبرم، لا هي بتحاول انه تتوجه لدائره التنفيذ مشان تنفذ هذا القرار. ايه فهون انه بيتضايق عليه الحبس يعني، وممكن انه يعني هي النفقه ممكن انه يعني انه يتعرض لعقوبات بيعود تقديرها للقاضي، يعني انه بده ينفذ او ينفذ، اذا ما بده ينفذ بيتعرض للحبس. وبموضوع الإراءة؟ الإراءة هي عباره يعني الإراءة مثلا انه الحضانه كانت للام والاب من حقه انه يشاهد طفله، او يعني الإراءة سواء كانت للام او للاب نفس الاجراءات. بهي الحاله انه بيتوجه للقضاء امام دائره التنفيذ بيطلب انه انا بدي مشاهده هذا الطفل، فبيرفع الاوراق المطلوبه وبيتم تحديد يوم معين مشان مشاهده الطفل، وممكن كمان انه بالاتفاق يعني انه اثناء المخالعه بالتراضي من دون ما يتوجهوا للإراءه. هي افضل ممكن شيء يعني. انه انا مثلا ممكن انه يكون يومين عندي كل نهايه اسبوع وباقي الايام ممكن انه تكون عندك، يعني ما بالضروره، يعني هي بترجع يعني على حسب علاقتهم ببعض، العلاقه والاسترام والمدى الادراك. بس للاسف يعني شفنا كثير حالات انه الطفل يكون ضحيه بهي القصه، انه في مشاكره بالقصه، في عدائيه للاسف، تصفيه حسابات، فالطفل يعني يتاخذ على مركز الإراءة. بغض النظر احنا اليوم يعني ما عم نفكر بهذا الطفل شو عم بصير فيه، شو هي اساره النفسيه، يعني حتى كمان انه هو شعوره يعني مثلا انه ممكن انه اذا كان صغير يعني شعوره وهو عم يتوجه يعني لمكان مغلق في حواليه كذا، يعني شعور ممكن انه يعطي هيك اثار سلبيه على نفسه. اكيد. طيب نحن بكل حديثنا عم نحكي اليوم لوين بدها تروح الحضانه وشو شروط الحضانه، خلينا نحكي اليوم كالطفل اليوم اللي هو موجود ما بيحق له يختار انه مثلا عطى هو او راح على الحضانه مع احد الاطراف بس هو ما انه مرتاح،
بيقدر هو يتصرف؟ يعني بنشوف مثلا ببلاد برا ممكن كلمة الطفل مسموعة يعني بأي مركز معين، لما يحكي الطفل فخلص هو كلامه سواء كان صح أو ما هو صح، فالقانون بيسمع لكلمة الطفل. هون كيف وضع القانون السوري؟ أنا ذكرت لك أنه الطفل أنه سبحوا له أنه يختار بين أمه وبين عم بحكي قبل 15 سنة. هو هي قبل 15 سنة أنه الحضانة عم تكون للأم. هلا بس ممكن طب ما مرتاح عند الأم لسبب ما؟ هلا الأسباب اللي ممكن أنه تسقط الحضانة عن الأم، يعني إذا تجوزت الأم مثل ما قلت لك من رجل غريب، إذا أنا بقول لك إذا مثلا كانت الأم تبين إنه الأم اللي عم تحضن هذا الطفل من غير دين، وتبين إنه عم تنشئه على دينه غير دين الأب، ففي هي الحالة إنه بتسقط الحضانة، يعني الزوج يعني بيدور على هي القصة، إذا لقى الأم الأم ما بتتوفر فيها هاي الشروط، مثل عم قلك مثل إنه إذا كانت مثلا جنون المرأة، إذا جنت فقدت عقلها، إذا عدم ما بلغت سن الرشد بسن البلوغ، إذا كانت مثلا سيئة السمعة، ما عم تقدم هي الرعاية والاهتمام لهذا الطفل سواء من الناحية التعليمية سواء من الناحية الصحية سواء الأخلاقية. وكما قلت لك يعني كمان إنه إذا تبين إنه عم تنشئ هذا الطفل بدين غير دين أبوه، فبتسقط عنا كمان الحضانة. بس هون بدي نوه إنه مو عم تسقط الحضانة مشان اختلاف الدين، الحضانة هي أم تعتبر ما دخلوا الدين، بس هنا عم تسقط لانه عم تنشئه على دين غير هذا آخر. الدين. وممكن انه اذا كان اذا يعني هي موجود هذا الطفل عند الام، والام مثلا انحكمت بجرم متعلق بحكم شرف، كمان هي من الحالات اللي بتؤدي الى اسقاط الحضانه بعد ما بيكون هذا الولد موجود عند هاي الام، فممكن انه تسقط الحضانه. او اذا كانت الام مريضه وهذا المرض مؤذي ومعدي وممكن انه ياثر على جسد الطفل، يعني كل هي الاسباب هي هون اللي هون. بس هون عم بذكر لك هون الطفل ما له ما له راي بده. انا هذا عم بحكي هدول مثلا أطلقا. اسباب عامه وممكن فعليا ما تكون موجوده عند الام، ولكن هذا الطفل في سبب نفسي في حاله معينه هو ما له مرتاح. يعني اكيد الاب والام دائما لهم قدسيتهم بحياتنا، ولكن للاسف نتيجه ظروف كثيره بيكونوا غير مهيئين صحيح. نفسيا ليربوا هذا الطفل، كثير عندهم عادات عندهم سلوكيات ما في من الاخر ما في هي الحاله عم بحكيها عم يقولوا لك انه اذا انت بدك تاخذي حضانه الام لازم تتوفر فيكي شروط، مجرد توفرت فيكي هالشروط هالحضانه حتكون فيكي، لازم انه يكون عندك شو اسمه عقل، لازم يكون عندك بلوغ، لازم يكون عندك حسن اخلاق، لازم انه تكوني ما مريضه، عم تقدمي كل العنايه والرعايه. اذا كانت كل هالاشياء موجوده وما تزوجت وكل هالاشياء موجوده، فما في شيء بيمنع انه ما يكون الطفل موجود عند الوالدة. امتى ممكن يستغل الوضع؟ الاب وليس الطفل. تمام. الاب اذا حس انه مثلا الام ما عم تقدم رعايه كافيه للطفل من الناحيه التعليميه، في تقصير هذا، فممكن يستغل الاب ويحاول يسقط الحضانه عن الام ويجيب الولد لصالحه ويجيب الحضانه لإله. بالنهايه يعني دائما الطفل بكل الاحوال هو الضحيه بموضوع الطلاق والحضانه، فبنتمنى دائما تكون الاثار النفسيه هيك سهله عليه. بنهايه فقرتنا لليوم بدنا نشكرك المحاميه رنا القصص لكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، وبنتمنى دائما هي الظواهر تكون بالتراضي، دائما نروح لموضوع التراضي. نحن والله كمان بنتمنى هذا الشيء.